أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مهدي سادة المركز هذا القصة الله بني أنا قوة وناك أسفر محمد إسكري من إلهي سبحانه وتعالى كبر الأمان تنبا إلهي سبحانه وتعالى نغلي كوكو انتفاعه. وحن سعوتي حلقة أنك قهل لين حق المصنع على المسلم ولحق أو كشي النبي عليه الصلاة والسلام وها في ذا لقيته فسلم عليه نك مسلم كحق كولي وحوي هداد وددك وعرقتا إنا سلانتد سيدوك لو حق الله بعض حقوش النبي عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجيبه هدو وليم كويارو إن وليم داس أد حاذرتد وأجيبتد وأن أحكامتي أن كسو هذا لي إيه وحكم إذا سيدوك وإذا استنصحك فانصح له هدي ونصيحة كوي جستو وحق وحقوق لينا وحي وناك أو شاكتو ووحي حن أكاقدكتو وحكم إذا عطش فحمد الله فشمت فشمته إن هدي وهندسو والحمد لله دوي لا إنا ترى يرحمك الله إنا تراهد ووسقنا يهديكم الله ويسرع بالكم ويراه وحان سو شاكنا وحسو شرحنا أحكان تاس هندسة إذنا وحكلا كم إذا حقا وحلقة قدن بيسان كسو هذا لي وإذا مريض فعوده هادو حانون صدينا صوب وقوتي ما انت حلقة لحظة كي قدن بي ايا ما انت اكهدين اوها واذا مات فاتبعه قفكم مسلم كدو غير يودو حق نقول ليا وحاكم اذا جناسة ديسة ان رعنو سيدنا جناسة دا انت بضان داتك وحاد مودا ان يتكسهل سدان ان لبا فائدة بو الله ذا هاي نينك ميتك ولالك مسلمك او غير يودي فائدة وين الله ذا جناسة دا لقو تكون ايو واكاقب غريسة سلا ديسة احاذرتي dadka ku tukanay laftigooda ayagana faa'iido weyn ay helayaan wadaalika xuquuqda meedka markuu geeriyoodo sidiisaba xuquuq u haajirto oo fardhi oo kifaaya ah oo dadadii ay sameeyaan dadka kala dinbi ka dhacay laakin ajirkeeda ayaa dadka gafay qofka dhintay oo macnaha haadirin jahaajadaas aan haadirin aan salaad ku tukanin oo meedka aan raacin ajir weyn gafay marka xaq iyo ahayd oo yahadana benefit iyo faa'iido ayaa qofka laftigiisa قادنا ولذلك جناسة مرك ورئيس غير مرك هيدا عاد غير المصيبة وي وإلهي حقوت لنا مصيبة كوين مالا غير مصيبة داس مركا وحال الدنيا قف مرك ورئيس قف إن لو تعسي دت كاس أهل كا أما دت كجيران كا حتى دت كمسلمين تا إن سكو عز تعسي يدان وقف كصبر صبر وقف كاس مصيبة كود عاد إن الصبر لجليو أريد احتسب على الله سبحانه وتعالى أجرك أجرك يكون قفين وقف كأولوانيو حقوق ذكاله اللي يقول لي حكم إذا ميت كإن لا ترتيبيه ومركز ميت كي لا نقو ولا كرفن لا كرفن لجليه ومركز سلا دوقو تكو ومركز ندوقو ترتيب تاس تجهيز الميت أيا ليها وفقه مركز لهذا لايو وحقوق وحوا فرض كفاية لكن حقا عام كه وقف كمسلمين تلا وكل يعني كاس ميت كه وحوا مركز مقلان جناس إني حافظ وذكر عذي أما قف مسلم أيا جناس كل عاد إني حاضران ونبقى عليه الصلاة والسلام وأنا أمري فضي كذا أيوكه لي wuxuu leeyahay kow fadliga aniga aan ka faa'iidaya marka janaaso oo ay dhacdo waxaan rabaa qofka inuu fasax hataa shaqada ka soo qaato oo ila meed baa la aasaya meed baa noo yaal inay tago qofkaas meedkaas uu ka qayb galo salaadiisa maxay nabiga kaleey salaatu salaam hadiiski saxiixa wuxuu ku leeyahay man shahida aljanaasata hatta yusalli alayha yusalli alayha qofki haadir uu janaaso oo uu sugo ilaa uu kaga tukado falahu qiraad uu leeyahay qiraad markaas uu wuxuu man shahidaha hatta tudfan isoo kale هذا نكي أو راع أو ميت قبورها والراع إلى لقيته كذا فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله مركي لي رمحيته هاي وحكم مثل يحوي مثل جبل عظيم جبلين عظيمين إن يهين لابو بور ووين روايتك المحي هي البخاري إن من اتبع جناسة مسلما نك جناس إسلام أو مسلم أو راع أو إيمان واحتسابا استصص يو حلو أرك يو شهادة نك جناسة حاضر أنك هين إكتها أجر نك قاتو أسوء من سأجر نوك هلايو وكان معه أميتك اللجوغ حتى يصلي عليها إلا وكاقدتو كذو أو مكاسو مركاسو ويفرق من دفنها أو إلا إيو دوكت اللقنا ما يوميشي تاقنا ذا في إنه يرجع من الأجر وحو أجر الرسول نقنا يو نبقى عليه الصلاة والسلام أو بقيراطين كل قيراط نقويا مثل جبل مثل أحد وقلت المام مثل أحد جبل أحد أيا بقيراط جبل أحد وبور وين وي بور تاس وين aya arkaysa marka aan ajirkeeda soo qaadanayso marka janaasad haadirto fasax shaqada ugu soo qaadatay
ايو حاركيسا وحي كون قنيسا مد ان بورت احد وين بور اد انت سو كيلومتر اي وي علاس كذا ايات سو قادنيسا وذلك ان حقا وجودت مسلم كوكولها نكاس مسلم كوكولها يا ان اما ميت كفائدك هلا محيط اسك ميت كاس او مقف كاس مسلم كدنتي او دد بدن اي جناسيس اي راعين اي كنتو كدين دد بدن وحيابه وهلايو معك مدة وحاكم مدة حديث كي مسلم النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله حديث كي مسلم ان وحلي هي النبي عليه الصلاة والسلام ما من ميت يصلى عليه أمة أو من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون إلا شفعهم الله فيه النبي عليه الصلاة والسلام وحنوش حديث كان وحو شيغيا ان وحو نين مسلم المجر تورو او لوغو اودينتو او لوغو توكدو اومد او الى 100 غاريسو روايه 100 ليلهي روايه كلو حجرت ديت روايه مسلم 40 ديسو ان اي كو توكتو اي ايغو شفيع عدل باي ما حيميت كو لو دعينيا صلاه الناس marka ku tukanaysid meedka aya ilaahi shafiic ugu qaadaysa irgaata ilaahi subhanahu taala irga ka nahay marka irgadaas aya waxa la leeyahay marka ان 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 الهي وشفيعه ارزقدس اكتهين هاي فيري ميدكم حكميده صلاه الجنازه دتك انت بان صلاه الجنازه ما يقانان صلاه الجنازه مركو هو رئيس قفكه مركو صلاه الجنازه انه يستو والله اكبر او يراه وح ان كو فاتحه واخرنا فاتحه ايدنا وا دعو فاتحه وا دعو ان مركي وفاتحه اخرينا هذانا الله اكبر ايمانك دحايا مركز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على إبراهيم وأغنيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد تي إبراهيم إذا تحيت وأغنيا وأغنيا كذب هذا أنا إن الله أكبر إيمانك مركو يلا مركو ميتك ودعينا يا مرك دعينا وما أثورة صو أرورتي وقفك إنه إلى اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعت بين المشرق والمغرب واغسل قطاياه بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى ثوب ابن الدين انه اخريو اما انه يراه ان اللهم اغفر حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا دعوين بدنا سو اروري وقفك اخري كان قفك اقانا حتى اللهم اغفره وارحم له اللهم اغفر له وارحم له ما انت كو علعليو حتى اجر كيس واهليا وميت كاس ادعين مركا وا تاسا شفاعه مركا ugu dambeysan asaga duceysina qofku wuxuu leeyahay اللهم ان انه اله لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره بل سو wuxuu leeyahay hadu rabu wuxuu dhigi kara اللهم اغفر لنا وله وللمسلمين ودعينيا كبدنا وحلي هي الله أكبر والله سلام نقصنا يا وبقول قفاد يكتب كتب مرك أذية محات شق فصح أسوق هذا تنين مسلمة ودراد شفاع الله وشفاع محكف وحكف عن مجرم حكف عن مجرم مرك على سهل سنين على القادة كقرابة مرك الإنتان أما دت كأصحاب هذا أما دت خاند هنا أرض مرك وريس أبورتاس وجبل أحد ولب ولب جبل ودميت كنا أكتب كتب ودراء الرعدو أجر كسهلي مسكين كان انتنميت كان اسوي حكم فاذا صف بدنا كتو كتو حديثك قال روايه مسلم حليه هذا وافرتني بشيء سعيد وحليه او فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيء الا شفاعهم الله فيه ساسو لي ادو افرت قفود او الهي او شركيين مسلمين ادي كتو كذان الهي او شفاعة او دنبي سو دافيا ما يلي من ادم كان شهداء الله في الارض وي مركا فاذا سكجرت ولذلك اتباع الجنائز مركي لغه لايو marka uu reeso hadana waxay keenaysa maxabbe dhalinaysa dadka qaraabada meedka meedkooda haadirtay salaada ku tukatay wa u tacsiyeysay muslimiinta taatufka itraabudki mawaddadi irhamadi ka dhaxaysana way imaanaysa iyadana walaalika halkaas ileeda in adab ileeda marka adabtinta galna qadka telefoonka fiirnayna insha Allah alo assalamu alaykum sheekh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheekh ilaahay qaraabsi waxaan qabaa saddex su'aalood aan rabaa inay jawaabto tan koowaad شيخ سؤال شكوى دو حاوي أنيقون ويساقا بين ديكري كمي بناي وما تصبيح سنكرا هاي وافهم سؤال شلو دو حاوي شيخ إن مدى صلاة ما نتوكنو إن مدى صلاة ما تقانا إلهي أمر كي صلاة واعي وليس عيسا كوري وما تقانا آد باوش الله هادنا الحمد لله صلاة ما تكدا صلاة ما تكتو مركا أرنت الروا حيات هاي سيدان ما تقانا صلاة سكو ذكرا تردو دادان أقول صلاة بنا كاتكي وافهمي تردو انو ما غاني سيدي او قدي كرا اي وافهم تان سدحاد سؤال سدحاد وحيطة شيء قو سقف وحالي يري سدح سلاة وجمعة دي كتاقان
waa inuu mataqaana mar labaad saa meelaha ka maqlay mar labaad mataqaana in shahaadada loo qabto. Haddii marka sheekh uu aniga 3 jimcihii ka badanaa iga tagtay oo maxaa sameeya hadda xalkii la gudboon muxuu yaa samayn karo? Waa dhegeysa jawaab aan kuu sheega insha Allah, dhegeysa insha Allah. Ay sheekh uu kuriisanaya. Dhinaca kale, halo. 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 Sheekhtinimiya. Ha. Sheekh uu waxaa rabay inaan ku weydiiyo su'aal. su'aashaan waxaa quseysaa aabbahay. su'aash maxaa wey? su'aal oo aabbahay quseysa waay. haye. aabbahay yaraantiis waxaa la dhashay yar oo walaalo ahaayeen. meelay kusoo wada koreen. meel markay kusoo wada koreen marka waxaa waa way dagaaleen. da adiga yaraantooda 6 iyo waxay kala jireen 9 meelahaas. aabbahay markaa daqar u geystay. ilmaha meelay kusoo wada koreen aad tiri? haa, meelay kusoo wada koreen. wasaa dhalay mo aab, hal aabba dhalay? hal aabba ma dhalay, ilmaa adeer waay. ilmaa adeer waay? haa. waa gartay. hal meelaynu kusoo wada koreen. haye. agoonayn ahaayeen. haye. abkowaynu shirkuliyey. waa gartay. marka waxaa waa aabbahay yarkii ilmaa adeerka ahaayeen daqar u geystay. ninka ilmaa adeerta ahaa? daqar u geystay. safar u aaday? daqar ulo daqar. ha. marka hadees dagaaleen aabbahay dhiig uu ka keenay. haye. dhiig markuu ka keenay mudaa kasoo wareegatay marka waxaa waaye hadda markuu weynaaday nabarkaasaa saameyn ku yeeshay. waa gartay. marka wax dhibama kasoo gaara arrintaas qadaa waa arrin qadaa weye. waxaa fiican in maxkamad u tagtaan oo markaas dacwo loo qaadaa fiican. waa arrin fatwa u baahan maa qada weye, dacwo weye. dacwadaas marka in diidi iyo sidii wax hor loo dhiibay iyo wixii ay naqanayso nabarka xadku gaarsiisan yahay waxaasan inaa dacwootaan waa markaas labada dhinac la dhegeysa insha Allah. qadka dhinaca kale, halow. halow. asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. sheekh suuli, laba su-aal iskor soo noo ku weydiinaa. haye. waxaa su-aasha koowaad, dumarka salaad ma isku xiran karaan? hadday isku xiran karaan imaam isku noqon karaan oo kamid imaamka marka qur-aanka aqrinaya in la aamuso la dhegeysto miyaa mise imaam isku noqon karaan? maasanta. waa gartay. su-aasha koowaad waa ka go'daan filaya. halow. qofkaas waa ka go'an filaya isagana. halo. halo. qofkaas wuxuu dhegeysanaya su-aalaha ka jawaab waa ku jira. halo. dib male insha Allah, qofkaas waa ka go'an filaya. naam. qofkaas waa maqli weyn isagana. ama su-aasha hore walaalka wuxuu yidhi weys la-aan dhikriga ma la samayn kara? naam. ويس الآن والذكر كرا سبحان الله والحمد لله يصلي النبي يو تسبيح يو قفك أصو ويس الهين وأدي كرا أو مباهن قد كتلفون كالو ألو والكو أصو واكا قو أساقنا نين عكالي ألو أوكي أوكي ولكن ذكر سؤاشي سوحي هيد أن ويس هذا أذو قمين أن كتاب لما قابن كرو لكن قرآن كرو على آخر كرا dikriga ilaahay subxaana watacaala tasbiixna waa la samayn karaa. su-aasha kale wuxuu leeyahay salaado badan ay iga tagay say u qalleeyaan. nacam, salaad waa lasoo qalleeya, waa muhiim qalaado maxaa yeelay qofka kasal hadduu ugu tagay salaada waa laga rabaa markasto. salaadba salaad ku dar, duhur duhur ku dar, casir casir ku dar, maqrib maqrib ku dar, ilaa iyo tii rabbi kaaga imaanayso ama intaa u malaysid intay kaa gudantaasa ah way jirta culimo dhahay sunanka badi laakiin qalladaasa maxaa yeelay qofkii xadiiskii wuxuu ahaa man nasiya can salaatin oo naama canha ninka ka hurdo man naama can salaatin oosan ama ninkina u ilaabo xadiiski macnihiisa wuxuu ahaa ninkii salaad ka hurdo ama u ilaabo fal yusalli xiina dakaraa markuu soo xasuuto inuu xasuuto u tukado marka si uu cudurdaarka sharcigeed kaaga tagtaa lagu soo qallay mid kaloo kasaan ugu tagtay in lagu dhihin soo qallay ma fiicna marka soo gud qallada ayar ayar usoo gud insha allah ilaahay inuu kuu fududeeyo. walaalka qadka telefoonka, halo. halo.
قفكاس عدك كقوعة سقنه نعم ولك كلا سؤال شتى حد ولك اسم ولك سؤله وح يجري سدح جمعة يقتك تقفك أشهات ما لغبنا ما يقفك أشهات لو مغبنا هاد يقفك عذر دار وقتك تو أم وح لا أم وح كان عن سال دين سات لغة ما بحه لكن دين بوين أكو دعاية يقفك قلبي يسا يا نقد مذو كريس مركا إسلام كان قلبي قوي ولذلك قلبي وقلب مذو بالك كو دعاية قفك إنه سدح جمعة قد ما هدو كتبه جمعة قد مذو بالك دعاية قفك تو قلب مذو كو دعاني حاران كرتو بريرة يا مركا وقلبي يسا إفتينك يا كم مقن مركا كو دذال إن الجمعة كاتجن إن شاء الله الو الو قف كاس السجن واكو الا ذاك كشان في ليا الو الو ها تي في كيسك غاب تليفونك يقرا صوت اه ايوه رشاف فتاه الحمد لله اخي اه وحار رينا كوي دي شيقو وصلاتها غريها لو تكنا رغ غريها كنت كنا صلاه ما جرتها ما لا قبلها نعم واكا جواب ديس ان شاء الله لنعك الو 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 اه وكم غلا عاشو خزوري اه تلف خزوري داي تلف قيل الهضب ايه هذا وكم غلا تي في كيس كدا تليفون قيل الهضب اي ديالو شي خو حكو يديني يا ان سفر بان سوا كودي سفر آه آه مركب واحد عادي هدول كورونا هاي إن صدق سلاط على بس سلاط ضم قرنا ثيقة ثي ما قرت أول كي كذا تجين سفر كذا محد عم أقول تكوي اسمع أقول جمعوي سلاط سلاط مركب دمي بنجمع قدال بنكجمع قدال ما لقى جمعين كراشيخ محيه سلاط ها جمع اسمه هاي وهاي هاي سلاط ضم قرنا سا إن دوري عصر بهاي ما قرت لا بدو ما هل برسيت تجي مس مذا تجي بقولك تامتك كالقدرت ما يلا رحم بس لا تكذا مركا مية سو قابين أي مركا مسهل مسوا مس عاد أو تكنا أي مركا أنا قدرك تكنا إنت أنا مركا مخرب أنا قدرش إذا تكنا أي مقرن إسا أي هات هذيك سفر ما قاري ما كوب أحد مس ديار 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 أوكي ديار دي سلا دورة كوب سو كشي ما كنت تكنا ترى سلا تقول ده هذي مركا ديار دي كسو دقتي وعند ماشي أتكت الظهر عصر اللي تقول تميع ما يا مركان مقرنا ساعة عصر يظهر بعد ولا كور مجانا سوا جواي لبضة مركان عنده مخرب أنت كذي بعد عنده لبضة كذا أخي ما تاس ما بنان مركان سوق هذا أكتا إني أك ماشى أسرع تيد مخرب كو جلايو وحيد ديارة نفط كذا كنت كنت لبى الركعة وتص ظهر إيه لبى عصر أي فرقة حتى كنت كنت نيسا معايا لي لبى صلاة ولا جمعينا أسل 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 وين نيسا تاس وكلا مثلا الفجر كو كل وحلو جمعين ديارة كنت كنت نيسا ساس أصلا أدو فردو لابد ظهر إلى عصر تقول هيد هادو مركا ماشي تكتين مغربة تكوني لكن هدي أد ماشي عصر كجاريس وأد عصر بكو جاريس مركا سو كله ظهر تكون ديارته كو تكون عصر كورر ظهر كعصر كوجي حق مركا ديارته كتكتين ظهر ولا بقى عصر ولا بقى تكون مركز آه ماشي خو ملينا هنا عصر كجارة يوم ملينا يا مركا سهر هذا آه ما هذا وكا قلوا مركا هذا ملينيس وكا قلوا وكا قلوا قلات تكونيس إن شاء الله لين عكلا لو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ سويلنيا ها آه. سؤال بره انا ويدي ويدي ولو ودنك مرقى لا سوتي ودن الشيء اللي ما هذه بس كشقاي هلين ما قرات واقرس مرك دتكي منك قرار بدن يهن بدن وكسوتي ما قرات واقرس marka markii oo ninka hooyadii aadays bisso lacag u diraya markii dad kale wax weydiyeen wuxuu leeyahay hooyay aan lacag u diray oo leeyahay ma garan dadka kale weydinaa maxay yihiin maxay u yihiin dadka kale qaraabadiisa ehelkiisa abtigiisa dadkii asiga dadkiisa isku dhaway طيب بين حو شيء يا مرون شيءو هاد محبين تقول شيء يا بين مشيين بين مشيين هو يس أديس ولا عبد درايا مرك دتك كلا ده واحد ويجيان ولي هاي أنا هوي أبان أن وحشي هوي أبان تاجرة وولي مشى سو وكدي أنا يا جباتي مرك ما نكاس مدد ولي نزدي ملا
والله هذا وحاي وبين شيء جايو ودين بيقول لي يا وهو يدي سابيس نوحسيو ذاتك قرابة ذيك نوحسين أيو صدق أسا أجر قفار دين بيوين ما قفك نفقة دي ساكو واجبين أصلا دين بيكم أها لكن أجر هو هالكاس كو قفاي وبين وكو شايو لكن هدو يرون إيكا تهي دي بمالها ويدي سابيس ذاتك وكهو ريان ذاتك كال وكهو ريان معايا لي نفقة دو ذا واجب كوايا أو يأبين وحسيو أهويز أبي سو مرك وحسين هيا دكتور كلام وحولي هاي هوي أبان تقال هيا مرك وها إسري بس يا خويدي إن الزين بكجرو إن أما يواكو واكو شيء دو حاس أجر يا ماشي سكو قفا إن شاء الله قد كتلفون كالو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحن ربينا كويدي سؤال شيخ أنا وحن هاي نين أسكرية ما قرت واقرت سيبا وحانا أسكر دي أسكر دي معاني زوحة هو إنو وحدلو يقل دلو مقرد واقرت تليها هيا مارو بعمر وحيقو سيا قوري وحان شمشو تركدد قد قال الله وحانا حي إنان رصاصتو وان لي تريا إنان تبسو الله يو واقرت دنبي يقول يقول لي هاي مدح وينها يو تليها هيا دادكي أمري يوم القيامة ما يقبصر يا دادك الله ينا يو يسكلي هي وي ما هذا ما كنت تعيينه كم مرة هدي ظلمي قدد ظلمي يكوجر الدل وقعد يعذى يجن دم بيقول قادنا يا أذكري مركي هذا ما قادنا يا سدم بيجنا قعد يعذى ما واحد ظلمي أما دجال قبيل تد ودل وحاسد تهاي نيك كو أمري كاب قبيل كو أمري هذا ما دحيلنا في رزق كاب قبيل بدنا دجال يعني تاري أد أد أدر واحد كنت دجال صورة لصعانة وهي ممكن بدنا أو بقول قفوي دري مرك أخي وظلمها وحكو دليل إن شاء الله وفقا يوم القيامة صار يوم مسكلي قوي هذا ترى هذا كبح وكبح حياة هذا ينفس لا فير تقال ومسلم يقول لنا يقفك هالحالة ودفاع نفسي ونفتي سكون دفاع عايو ومالك يدفاع عنا إياها لكن مالك أنا أقول حكت لقنا سومالي مال قبيل أنا كت لقنا مالك قفك ملكي جالس على هذا يا قفك جورجي وي ماذو ويصور كاسو أسكعد عنا لكن كو وقبيل شجعنا ومال حق وآلنا قبيل لمو دتها لو درد هاي هذول نحن كل قبيل كمالك دفاع عناي مالك ما ليه ذا ماشي أنا مشكلتنا حوي نين كان قبيل كأنا قتر سنة تاجر هي مالك يسألنا على لينها وقبنا مالك يسأل ميسا دحلا يكلين هل سرق نين هبل ماشي سحق ليه هل هبل أساس نقضي قبيل كسا تاجر محاو تاجر أسا الميسا دحلا أدم دحليز مالك واسك شيء قلنا أنا قبائل كمشكلة ذي السنة هيسا لكن دجال قبيلي هقلين هدو دجال قبيل سكو دجال أي واحد قتر دار ما دته الدين إن شاء الله وعقف كورو الله بدل نعملين عسى هذا من عن أهل سيد ديك ديك مسلم كوكو بتبادل بري قفكم النبي عليه الصلاة والسلام حويري لا يزال المسلم في صفحة من ديني قفكم حويري رجك سوى قبائله إنه وكعفي وحلاكم حويري إلا مركو قف مسلم ودي ديك وقلو مركو ديك هكو دك دقين قد كدين عكال هلو الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خانا تأتنا وفي عنا أخي بارك الله فيك الله أكبر بارك يا شيخ أدر سعلا وكويدين إن شاء الله تنكوات شيخ واحد ربينا وكويديو قف قادو دول لي هاي بالقاسنا وراو إنه وبرر وقلا بوصص ولا بوصص تفين وبرر إنه وقلا وربع كده إنه زي يبصدو تكل ما كده هنا سؤال شكو بعد وعي دول مو ليه يبني يا دول ولا هاي يعني دول قاس سؤال وقلا أبر بوصص بشان بوصص قلا وعي وقوي يبصدو إنه ما كمر والبو سي كرد أو سي كرد نعم واقص تكل ما لقى بحنا مركا تكل ما لقى بحنا وحكى له جرت الشيخ صلاة كلا عن قربها مركز روتيا شقار خمرة الغدرة خمرة مركز الغدرة خمرة يلا الغدرة مركز وحوم مرا دت أدو كله مرا قار هنا يانا كمرة ومسلمين وحن كله حرام كله ده روتيا روتيا خمرة الغدرة روتي ليه جرت روتي روتي خمرة الغدرة واقرت أبا مع معانا وكل شيء يال مع معانا وكسي الغدر القمر هذا مركا دب كل مرايان فورن مرايان خارج عنا يعني كم مثلا كوير مخادف عنا يسمع عن وحياة بعد وحرام وطلع الغدر راح ده عن يعني هودي الرعد وكل تصال وكل واب الجوبية مركا سي قمر دي ما لقيت ريما يعني ينقف كان كوما بدل مايو واقرس سؤالش كله كتاس نحر إن أدي وحلاقة صار صار وكل أبا أي تاسي أنا وعد ديو إنك سوسمالي هين هذانا لكن محاولة المسلمين سالات ودكاد مختي والبا لكن مركي أت ما راح لك يعني وقت البريس تام كمان شر لوكل مقالة أيوة ما لك على لقيت هذا مش ما كش غسان لا أنا قعدت كمان شقيا جت سيكو وقت قمر اللي قدر مر قرابنا اللي هذا حي اللي قدر أجره وقد يكون قرنت عمشة ها
انترسكرينك وقرنت واقرت اي ان لو قدر يكون قرنت هاي دبكات انه مرة يكون شو قرنت عمرك وحيل لين هودو الراعي سؤال استدعت اخي شاش انت سؤال انت اصبارك الله في خطك التليفون كهلو لين عكالي هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيقة وحان روينا كويتيو سؤال كسابسا لحالك ولالكيغا الله ونحريستي عياد انتاي marka marko dhintay waxa jiro wiil oo hooy isku aabe yihiin aniga isku aabe bis baanahay marka ani iyo walaalihii oo kale isku aabe bis aanahay waxaan lahay dhaxal mugul hidiin oo dhaxalku xaq qaadanay kaliya qofka isku hooy isku aabe yihiin marka diintu waxay qabtaa rabaa inaa ogaado okay waa lagu sheegaa macna adiga waxa tahay een walaalka dhintay soo ma ha marka walaalihii kale ka wiilal ma joogan iyo gabdho oo isku aabe bis yihiin واغرت عرور ملي اسق ولاكا مايا عرور ملحن واغرت عرور الان هو يديس ابيس نمنولو ماي هو يديس ايديس نمنولو مركو ميقا ولالها ميقا واي اديك اسكو هويا اتين اني اسكو هوي منهين هل وي لا جرو اسكو هوي انهين اسكو ابا يو انك كليتن وها واي لح عملانه هني او اسكو ابل انه هني هل وحاجر مركا واحد اسكو هو يسكو ابو ما يقواي هل قبل هنا كو كلنا كو كلاتنا قبل ما جيران قبل ما جيران او اسكو اسكو ابيين هل ويلا جوجو اسكو اسكو ابيين واغرس انت كلاتو اسكو ابو بس واي اما يكون اسكو اسكو ابها ايا قادنا رونتو وا صح وا كسحنتي تا ساس وا لو سحن حج بيو كسمينيا أيوة ما سنتهاي. لين عكلا؟ ألو؟ أوكي. إن سؤالي هي مصون قناة يا أنت قد كوحير وكم قنية هاي؟ إن صلاة الجماعة ذا وراك وحويري صلاة الجماعة ذا قبل ما تكون كران ها صلاة الجماعة وسكو جماعة سكران قبلها إيمان كران أحدوك استاجا سيدي رجع وكال إيمان كهرم استاجايو قبلها أحدو ذي جليسا markaasi ku daysan labada dhinac ka maraayeen gabdhaha iyadan dhaxday galeysa markaasi salaada tuujineysa waxaan ma baabur shubayn Soomaaliyeed meel kasto ay joogto balan socodsiinaya in xarunta weyn ee meega dandiista ay tahay xarun loogu talagalay dadku dhibaato kasto ay ka qabaan ilkaha iyo ciridka in looga daaweeyo dad badan ayaa ka faa'iiday meega dandiista oo 17 sanadood iyo ka badan ka furan wadanka Turkiga sida magaalooyinka Istanbul oo xarumo kala duwan ah iyo magaalada Ankara dadka af Soomaaliga sida fiican ugu hadla waa loo tarjumayaa Hamde iyo hablihi kale ayaa jooga saaxiibkay aad buu uga faa'iiday isaguna markii uu arkay baahida ilkihiisa maanta aad buu dhoola cadeeyay isaguna muddo dhoola cadeey sidoo kale meel kasto aad joogtaan daawadayaal la moogaan inaad la xiriirtaan Mega Dentistry Istanbul iyo waliba Ankara su'aasha kale oo walaalku uu sheegana wuxuu leeyahay salaad guriga lagu tukanayo weydii walaalka نعم صلاة الجماعة سيدا خلافها كتاج العلماء واجب مياه المساجد لقته كذو مسه المساجد كواجب مياه مسمعها علماء بدن صنع قبان مركل هديتها صلاة ما أنصحها وأصحها هديتها محافل بدن مساجد كافل بدن رجع إني مساجد كتو كذا نفل بدن لكن إنك مسا جوري سكت كذو صلاة سوا صح والله من هايو سوعي لنا من هاي لكن أجر بدنها كفي وحقوس سؤالك الولالك ويدي وحجري een dhul ayaan uga tooyay inaan ka ganacsado zakama ku waajibtaa naxam hadii aad dhulka aad u iibsatay inaad gadid oo ka faa'iideed zakaa ku waajibtaa hadaa laakin aad u gadatay inaad ilmahaaga guri u dhisto aad dagto adiga u guurto halkaas dadka laga marabo marka niyad aad ku gadatay ee markasta niyad waa bedeli kartaa markii inaad dagtay rabtay marka dambe waxa kugu soo dhacay inaad dhalatay marka dhalatay marka aad niyad bedeshay inaad gadatid ay kugu soo dhacday ayaa sanadka xoolka lagu bilaabaya taas wey su'aashu kale walaalku wuxuu yiri qansir uu sheegay mas'alada oo qubs aan hilibka aan rootiga oo qansirku ku jiro aan hilib oo wax ku jiro aan wuxuu u baahan tahay dadka ahlul cilmiga inay ogaadaan arintaas dadku taqasusay nisbada qamrada ee leedahay aan waxa sonay in la fiiriyo maxay yeelay aan hadda culimada hadda waxay fiiriyaan qamrada aan mar qaar kood waa khaloobaysa khale iskana ka kartaa oo waxa ku dhacaayo istixlaal waxa la hayo ku dhacaayo marka waxa soo dhan in la fiiriyo marka dadka waxa leey meelaha ka akhriyaan ee dadka xaaraan ku dhahay ma banaano
maxay adii cilmigeeda ma gaarin walidaalka xataa hal qof ma aan majaris maxay arday jaamacadaha iktirafsigood markaan hadda saan ay qaadin laakiin markay saanta afraad gaaraan waxay arkaan wixii inuu isbeddel ku dhacay ee ogaanay hadda laakiin inay saanta lagu sheekeynaa laakiin markuu cilmigooda sii kordho markuu walidaalka majaamicda islaamka ayaa arintaas oo kale ka fatwato oo xataa hadda noo qiyaasay nisbada oo alkolada ah oo aan wax dhibayni iyo tan wax dhibayso dadka telefoonka halow ala asalaamu alaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu شيخ لو ما شاء الله لو كحفظ لبس ولا عارف إنه جاهل بس تنكوت تنكوت وحشيق وحكرت وعفونا ولا هاي قدام هذا يوروب واقرت وعن كشة قاية من المقايد كشة قاية مركا مقايد ده ديجا وحيالة وديجا وحلوي بيا ديجا استقانة حارانت ونجاسة فات واقرت سيدا غمري جيد وفارك واقرت marka ma ii banaan tahay shaqadaas inaan meesha ka shaqeeyo ko su'aasha labaad su'aasha labaadna waxay tahay lacagta meesha iga soo gashana sidee iidana in qanaysa naam taa hadda ashaqeysa naam mitir aad ku darsadona ku darsan kara ku dars waxa jirto meesha aad ku aalashaa maqaad aad ka shaqeeyo hadii lacal leh wax qaldaan oo kale ama wax kale oo ka dhaco kale waxay sameeyaa in adiga gaf u geystaan oo kale mise inay subxaanallaah ilaahay aflagaadiyaan oo kale taasina inaa dhibma iga soo gaaray oo ayguma ilaahay aflagaadiyaan dad kale joogtid ha micnaha adiga wax qaldaan oo kale dee waa iska gaalan fanti marka dee saxas camal ay leeyihiin okay waa fahmi dhinaca kale su'aasha in sha allah maasantas assalaamu alaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu شيخ سؤالنا كويدي يا ربا تفضل اخي وحجرة انان انا ابتقايا هاي مالقصة شيخ ماكو مغرها انان ابتقايا جرو حماتا لوتكا كجرة واقرتي لور مرنا وانكو قبتي سوو حاسمين ايو واقرتي وانين هادانا اسكا عبادي استو عبادة بضم salaad ka tukado ibaadada suduu waxayna yaabaysa xumaataana ku jira marka waxaan gaaday inaan xaafada u sheego ba arrinka ka waran sheekh ma u digtay marka hore asaga waan u sheegay haa laakiin uu iskaga sii jira waan ka toobad keenayaa anbu igu haya haa may hadii aad wax dadka awood badan oo waxaad ka reebi kara u sheegays dhib malaha fadeexeen ha u fadeexeynin oo adaa fadeexiisa u sheegin laakiin toobo muleeyah xumada ku jira ma hadda ma sheegin adiga laakiin xumuu ku jira atiri xumada toobo waa leedahay ilaahay subxana watacaala toobadu waa aqbala qofku uu toobo keeno laakiin shuruuday leedahay shuruud waxa weeye inuu laakiin mar kasta duu ku naqnaqahay waa ka toobo keen afka maaha xataa haddii uu meeshaas ka guuri karo oo meel kale tegi karo waa fiicnaan lahayd maya salaadka uu tukanayay oo ما لقى أقبل يا مركز شيخ ما هي صلاتي إسكم حرنا حمد حمد صلاتي إسكم حرنا أقبلك إلها لكن صلاتي قاري واجبت يا دوحمو كجور حتى وصلات ولا قربا لكن صلاتي تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاتي سخلا كجور صلاتي تكون حتى صحيحنا هنت إذا قالت كجورها محايا لي وحايا حمد إذا نكربت أهد لكن حلقيا بسيب وبسيس أم استوس أم سيكل وتكنا مركا نكاس وانا بدن وبهاية تدبن وكاش إن شاء الله تلازم قصينا جزاك الله بارك الله فيك لنا كلالو الو وقفك معك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوصل عبد علي محمد هاني لا عبد الله ما قعد له هاي واقرت كنا وحنا كويدي لها سؤال شان ذكرنا لك الجواب يستوى عقب سؤال شان قفك مسكوا في الدين كونه أنا يعني ويسد يتجمع يسمعنا قفك ديو dib geel curo wadaadada macnaha qaar adiga hadda koor waxaad tiri macnaha kama jabeyso wadaadada qaarna waxay leeyahay ka jabeyso maxuu taabtani hilib geel curo hayo ninki hilib geel curo wadaadada marka qaar waxay leeyihiin weysadu way ka jabeyso marka dadku waxaa way ku wareereen sheekh usuul marka yaa raacna yadu walaa dadka iga aswareeriyay culimada ma wareerin iga aswareeriyay calaa itaxaal waa kaaga jawaab dhegeysa insha allah insha allah waa maasantaa dhinaca kalaalow السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ لو سؤال هود بان قبا كان كوات وحوية الشيخ متقى أنا أوتكع وحلا إله دو هيلو بك يرير هيلو بك يرير ها هدي ميل دقال الوصو قبصد مالا عوني كرام مسوى حاران مقال على كسو قبصد ويا قالوا ما لكن تدع اللي منهم مسلمين دول كدول يا لقى قبصد وحاجيب دتك أدش دي قد ما ودني سا أوتك عود ما ودني سا إلا عنو ما يديك وامرك الشيخ تاس وتاس دي حرامته يديك لا يجت و هاي تقل سؤال شلبات تقلني تقلوا حوي يا شيخ قفك مسلم كا تصالحان لبا قفوا اسلاما او شهادنا يا هدي وقفك الحديث لو حان كون مقلي ولي هي قفكو هدي نفتيس يا مالكيس دفاعده و ودفاع عنكرا هدي تصالحان قف ديغانكا ديغانتا كو هيستو سي كيهليس يا شيخ ديغانكا ددك دغن يو ددك او ودشاي او بنانكا دغن لبي كليين هي نيكا غورغيس لوو يمادو او اسو ميشي جوجو اس دفاعو كاس حق ولي لكن ديغانكا او هدا سومااليس كا نقتو oo qad kasta iska sheeganeysa abahay qabiilkayga degana jir meeshaas iska difaaciis xaq u leh inaa atiraa degana kullay meeshaas ama asaas u dagaalantay ma hada tanka allee ma tanka allee saana weey dagaal ka dhaco waa qarta dadka degan hadii la soo weeraro as difaac kara laakiin dadka dhaaya reerkayga ama reer hebel ama tola u yeerineyna arintaas waxay waa fiican waa laga fiican yahay inuu qofka qayb qaato ee ma ka jawaab su'aashaad insha Allah dhinaca kale hallo assalamu alaykum سلام شاقنا جزاك الله خير على هذا البرنامج رائع جدا جزاكم الله خير بارك الله فيكم وجزاك في ميزان في ميزان حسناتكم اللهم آمين يا رب شيخ ما حكم بصلاة بدون فاتحة قراءة القرآن صلاة بدون فاتحة طيب وكذا جواب دون إن شاء الله سؤال صلوات إيه مغلس يا شيخ حكم الله مرات خير كيس وحا صلاة دي أنا هرد عصر الظهر المغرب إيه تكتب. مركب حنسوك أي صلاة عشاء للجوع. نعم واقرت. مركب صلاة عشاء ما مسوق إلا جماعة أنك دكتور مستي وسوق زينا كوي إيه تجي. ما يسوق علينا سكون كاسو تجي قفك ودو قفك مركب هري إنه صلاة أنت كجيف تماها لكن وكتلك قلين معي إنك دوابين كان أذكر نفر صلاة لما كتجي سامر كسوق وتلك قلك. لكن إنك أم داوى قاتو كنيني قاتي وكوهر دي وصلاة ساس عمل عذر داركاس وقلت لكي مركز تهدي صلاة عشاء وقار صلاة هاسو سوق اللينا صلاة عشاء وكبعد تكوني جزاك الله خير شيخ تنكلم وكاك جواب دون إن شاء الله يا أكل ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخصولي واكو سلامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعنكو يدينا يا دقال كالصور موقف كهذا محاكاة تاعي نتكا قريوه هذا اللي قصته ويرري أخيو أنا ما فاهمين وهذا قال كصول ما أنتنا اللي هو اللي ويديناي وهكذا جواب أرجعنا كجواب أرنتاس فيري إن وهكذا جواب دونا حديث في سؤاله هو رأي عمل إيهين اسكسوك إن شاء الله لين عكلا لو ألو أوكي قف كاس كلام سؤالي هي نهري أيام صونا غنينا. إن قطك تلفون كهلو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلو. عدك أوكا جوجو. هلو. أنا سؤال الدنيا ودي أنا بشيء. ويد دم على أخي. هلو ها شيخ وان كويدين لا قف تاريك صلاة هانجري ومدد رسوخ انقار صلاة كسو تقي اي سنة اوتر سنة صلاة دي كتقي محو سمين اي واقرت ان شاء الله وكاك جواب دون ان شاء الله سؤال هانك جوابين ان شاء الله نكام حول لي هاي وحنا كشقي مقاي وقنزير إيوه وحلو قضو من بنات أنا كشقي قمري ما بنانو ما نمشي هالشقي كالكراس إن شاء الله حاران إن أطيب ما بنانو
أما مالك أن كهلي أولي هاي مالك هو هذا جهل كأهيد إن وقاعد كرتها وادو حاجة وقاعد نسا لكن وحي حتى كده بيه ما كش قين كرتيد إن شاء الله إن إنه ده كورت هذا إله الوعايو إن رالك أهتمام إيش هسنا كتكتيد وي أخي هاي الدين تمل وعاينا قف إنه جوج ماها قال هذا عيني ساتري إن ولك سؤال شو أقول جوابنا مثلا ده هيلب كجيلة في المسألة واقع حلية علماء ذي وقورين علماء مقورين لا سوري رسي هاي المسألة هو مسألة فرعية ومسألة خلافية مسألة خلاف كنا قفك ومقلد كا مذهبك وهاستو إنه وهاستو عليري إن مذهب كيسة وحوقه أي راعية وهذا نب ملها أنا قلت مذهب كان شافعي وي مذهب شافعي كنا وصامال لغة نغمو إن هيلب كجيلة ويسد مجبيو إن بس كان كلي اسمعنا كان حنا 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 فيذ كمالكيذ مجبيو ماذا كحنا بلده أيا قب كلي نج وجبو سؤاله ما كجوابين ومسألة فرعي وأهدي لذ قصة أرتو أجبين بس مركي أصل كلو القلقات أفرت قل فارهشدين أبو بكر عمر عثمان يو علي وحكي صغناتي إن هيلب جيل عنان إن كويس قاذنين إن حديث سيدنا أموالنا سقي يلا منا سقنا لسكو هستا حديث سيد قصة أرور على جويس قاتو وعلنا سقى مركي حسوا ريرينين إن هدي مذاهب تندقال هذا حدين وحدين إن تي تري ويس لقى ويس قادن يا قلدنتها وقادن كان كلا يو قادن تي تري لقى ويس قادن يا قلدنتها ومسألة اجتهادية ومسألة في جالد اجتهادية ذن قف قف ككل وكل دقال ما هو مسكين مسافر عا دين تين وحكمتها يسرى إذا كمتها هسوي ريرين ماشي وأصل هذا الشيء قاكو كرسون تام مذهب كأذ قصور رقم جرتي قادو ويس هذا وصلاة هذا صحيح يكون غنيسة إن شاء الله ان سؤالش كله ولكن هو يري ان مسألة الدجال كان مسلمين أو صومالي اسكو دلائل في المسألة ذا صومالي هذا الدجال كذا ما بلابن قبائل اسدلي هذا القبائل اسدلي أنا ما فهم قبائل كان كلي وح وبرتكل وقدي جناي ما فهمي إلا هذا وقرا العيادتك ما حماس ذا هايسو ما جنتي جهل كيهن ونسكو عديا إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار واي حلول بدن الله ذا هاي الصلح إلى هذا هاي دتك مسلم كويه بدنا أفرن والصلح خير أفرن لكن إن الدجال اللي أرضه ونيج للد هذهيو وهذا إنه نيك قيل ورأس الدجال كي سحمه أها معها الدجال مرة دول فتنة دعاية دول مية دعاية ما يشمل حلي أوتك على إسكندر عوها سؤال وكسود رني كان ما له إسكندر دعاية ده ده إسكندر خفالنا سومالي مسلمين أسر إسكندر قمنا يسوع لنا ما لحس حوي ديني دتك الدجال هذا قبلنا عن كسوق قابسنا ما مقرسنا كرنا وهاي دين هذا ورحمة صدق قبيلك قبلي ذن الشيء دعوها فينا ممتن ويرنبق عليه سلام السلام شيخ نيقول سينا يقرب نيقول سينا المهلي سان علماء ضوكا هذلين مركز سعيد تقال كله جوجي وعمارة علماء ده اسمه عرض هبلة صحن تقال كله جوجي موقف كفي عن ليج مسلم كله كلب بادي وأنت أسوي وأنا شيخ مشكلة وحوي حديث قال الله من قتل دون ما نفوه شهيد ده كان عام معها أنا مالك ولاك يعني ملي مالك إلا دش ولاك إلا دش مالك يس أنا ملي ده مدير كري ما لها ولاكي دفاع ما لها أساس دفاعي ولاكي محير أنت سحال إلنا ديك إن الجلال إلنا هنا أقول حلو قبل هبل أقول شأنه هل كانوا كبرورا وحلي هاي واسدفاعينا لعك هلا أروري وري إلهي وهو عقاب لعك قبيلك ورير لين عك لهم كسو جيد السوق كلو أيقن وري إلهي كعبصده هنا واحد دين وكم صع تاني الدين تقيلها وراء سنينا إلهي كبقى قد كان عك التلفون كهلو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شخصوني وحقو الدين مالك الجمعه الصلاه اوكي تو اشان كلا انك جواب ايدمن ان ولالك يرسل الصلاه بدون فاتحه في فاتحه هذا ركن واركان كميد جمهور الفقهاء هذا اساس قبان من لم يقرا بفاتحه الكتاب حديث كاها من كان اخرين فاتحه الكتاب كحديث صحيح وي مالك ركن ويافر سدح ذا مذهب شافعي ذي مالكي ذي حنفي ذا جمهور الفقهاوي مالكي ذا ليه حنفي ذا كبحسن كلي ولا يسوي إيمانك كحنباراي أما فقر وما تيسر لكن صلاة كسر فاتحة ولا غيرها ركن أساسي وي قف إنه تكذاوي نك ترى صلاة كأن أقصونين صلاة أنت الأول هذا سوق الله أنت أوده أنت أم لا يو هسوق صلاة مركز صلاة كسر هذا قدره إلى العلى الله سبحانه وتعالى وديمك أنا فقدت تلفونك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رسول أيوب أي هو يدير بي مالك الجماعة ها إمامك مرك ويرى هذا قوموا إلى الصلاة ميا إشتاجينا مسمرك قد قام الصلاة يرى يعني إشتاج هذاك وضري سنة أقيم الصلاة دو يراه ويراه والإستاج كره وحدي بمجرم أما هذه الصلاة دو يراه وإستاج كرتان إن شاء الله الله بارك الله ألو ألو السلام عليكم ها عن شيخ السنة من مغسا وأكو مغلاها عن شيخ السنة أكو يدينا يا والد أو أبا أو العن إتي اللي قد ينسر مركو الإنتي جوري زيوك مركو الإنتي كدي لعنتي جوري أو أساقي كتاقي أولا بحلل ملغو داري كلا أو نسمة أباهانا وقالي بيعتر dadka dhalka lahaa dhan ayaa go'aankaas kale ya dadka go'aanka dhalka leh dhan go'aankeedu ayaa wax lagu dhisi kara qofna iska dhisato ma aha oo wiilasha kamid guri waa daayac tare hadoon uu yiraahdo lacagteeda leesi dagaalada dacwayn badan arintaas ku dhaca mar hadoo maalka dhal yahay maal mushtarak uu noqday maalkaas mushtarak dadka dhalka lahaa idin laga qaadanaya hadii ama wax badan ma aheen wax yar waaye marka may qofku walaalahood ku sadaqaysan hadoo aan wax ka rabin kaar weeykaas laakiin hadoo hadoo dhii doona ana dhisay ماي واحد مكرم. وحلا قرب عينو قاتو. سؤال شاس. دين عكل هلو. هلو. واقف واقف. واقف فهمه واقف فهمه إن شاء الله. سؤالك أنا كويدينا. هاي سؤال شكلها. الحال ده هاي سلانا وحي تري. قبرة وحي ده الألعاب عن تغنى يا وبيجي ربتي مكاسي ترى أنا كود بيجي هايو. دلال أهان مركع أيضا دلال من مليه مليني في إنك سكايو بيجي dadkii u sheeg sheegtay markii dambe ay dhahday lacag oo aan ka raba aan macal ma hayo dhahday halaha aan kuugu dirina igu soo deejista ku raba markii ay tirmaayay tiri qofka aan ka beedinayaa waxaan dhahay tiri qofkii oo wax beedinayay lacagtaas oo dul saartay ee adi shibbe qofkan dambi markii soo gaarayo qofka kalena ma ogo fiir qof lacag dul masaara karo qofka dalaalka ah waxa la rabaa inuu wuxuu qaadanayo markii hore uu sheego lacagna isku dul saartay maaha qof kaan nabiis oo ku xarma naftiisa day 10 gadiisa 15 yiraahu qofka gadanaysa maal beec uu ka xayiray qofka marka waxa iska masaara kara shib dhahay ma aha mana gadi kara wuxuu usugu lahayn wax masaara kara qofka beec bima la tamlik ma banaan waxa daas uu gabsinis islaanta ka gado iyada ka qaato jumna ha ku qaato wax xirta saarato waa u banaanta laakiin waxa iida lahayn in wax saarato waxay ku xirinta in markaas ay qofkii lacag uu lahayn uu dul saartay marka iska ilaalisa arintaas insha Allah su'aashu ugu dambeysa halow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحربنا في لبس وعلوس تنكوبات قف دينك قولها أما دور قف دينك قولها أو دينتي ودهورنا دينتي دين كرانو برنين dadkaas ee deenkii dadkii dadka dhalay oo dhalkii islaamiga dadka dhalkii islaamiga taqaana war qaraabadiisi ba qaadanaya ba loo geeynaa loo geeynaa dadkaas ay loo geeynaa oo dhalka ayaa u sheegaysa hadii aan ka waran aanu sadaqeeyo ma sadaqayn kartid maadaama dadkii dhalka lahaa ay taqaanid ma sadaqayn kartid waxa uu sadaqaynaysa marka cid aan u dhiibta awaysid oo dadkiisana garanaynin markaas uu sadaqayna laakiin hadda dad ayaa iska leh maalkaas oo joogo asawaa dhintay laakiin milkiyad waxay ku wareegtay dadka dhakale dhalka leh arurtiisa aan qaybinaya marka xawayaan dayn arurtiisa su'aasha labaad maxaa qof dhintay waalid ahaa oo soono kale lagu lahaa aan tirana fidrana bixin siyaam anaha looga soomaya qofka soonka waxa la faa jiridid ina fiiri waad uu asoo gudu karo u dhintay markaas waa laga soomay kale carruurtiisa ka soomay karto qofka duu xanuunsanaa ka warran xanuunkiisa laakiin xanuunku haduu xanuunki oo ku dhintay oo wili uu jaanis uu helay oo ku gudo soomaa ma laga rabo markaas ay sheekh barakallahu fi waan soo gabagabeynayaa laba kalmo oo adaabti waxaan ku soo gabagabeynayaa su'aashaas ugu dambeysay su'aashaas ayaa ugu dambeysay waxaan dhigay marka itibaacul janaasa aan wadnay fadligay leedahay qofku inuu ku dadaalo inuu yiraahdo janaasadaas ahlumeydkana waxay u tahay inay kaalmayso oo markaas
إن إن ولعتني ما كنت ما دام جنازة أهل كود أك قريب كشيء أكوت كتي إن أذاب إلا ذهاي وحكمي الجنازة سلبت إلا تدجيو ميت كلام هو على هبر على السوق أيوه ولك ويل كيس مراكن كجرا على السوق أي ماها ميت كصنادة وحاء إلا تدجيو نبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة جنازة هل تدجيو محايل في إتقو صالحا وحول هذين قير أهل قير وهاينة فغير قدمتموه إليه غير أو هرم رسينو عيوب قبر جلسين غير كيوب أيوه جنده يو أدريشة جنده لو فرع قبره يو غير كداهنيس ما دام في الجيرس كاججرو مركا وإن تكون سوى ذلك هتقولك شر وهد وعيل فشر تضعون عن رقابكم ما تنا ميدنا وميدا نويا الميدا نويا لما ميدا وضنا ليه لذين إسك حراية ساسا في عنو ليه إن سيدو كلا وحا إن جنازة قفك وكشة كيسن أنا يقول حنكو أرنا يورب أرنا جنازة الرعا قبري waxaa lagu talagalay in lagu cabir qaato sheekha halkaas ka wadin haddada sigaarku cabay adduunka ka sheekaysan hadda ninkan la sii wado oo god kale gelinaya ma ka fikirayaan walaalka meedka anaga yuur marka dibka aan ku qabno waxa way dadkan waa iska sheekaystaan dad as arki jirnaa as arkay maanta waxay ka hadlayaan marmar meedkii xamanaayaan hebel saasu aha jiri kanu aha war meedka dumaha marmar adduunka ka sheekaysan hadda marka aan taga baxno xagaa la aadaya cuntaha la cunaya qadadi waxba laga sheekaysanaya war saas ma كان على رؤوسهم طير تتك سحبت عائد وأكو عبر قاعدة جرين ميت كان بري هذه إسق سوقات هذه نمشي على وجلنا يب هذه إسق سوقات دت كنا نكلين على كتاجين قد كاس خلق على القوة الكورة ولا جالس وتجايب أكو عبر قاعدة دت كم عبر قاتن هذا توه حكم دي سدوا كله المسألة ذا كله أه إن دمرك جناس هذا من راعي كران مسألة سنا سوقات مرة بكلي المسألة ذا دمرك وحاجيبة مذهبك أذ وديدن أو ده هي حرام ومذهبك حنفي دوي أسيونا نلدقن أسيين تان أميت قاد ورعض وناغو دمر قوض عار كيسا قبورت إيمانه بينما جمهور العلماء وحوليه كراهي وي مذهب كأن حتى شافعي وحولي كراهي وي إنه تغان لكن وراعي كران ولذلك دادك قرابة أه مركي جناسة إنه بحان إيجيس استاغان ودمر كان كهدلا يقولو سو أركان لفتو وحلو كراهي ولذلك حلصو دلسة نهينا عن اتباع الجناسة ومصلم حديث كيدي وحيت المعطية حديث كو على هذا نهينا عن اتباع الجناسة وأنا لقى ريبيتر لكن ولم يعزم علينا نلوم أتكينن منلوم أتكين هالكاس وفلو علماء وحيين قوى قرينه صارفتنا عن النهينا ذي نهي حرام تويدين له أن واجبنا حرام كذي لها أي صارف كتا قرين ناس ساس درادة مكروهي لكن قبل ده كقرابة لو هذي رعاني قبر جاتجان يجين قصة عبر قتان لا بأس بها علماء ذات لها أما حديث كده هي أن فاطمة رضي الله عنها النبي ويرجع جناسة ما رعضي قبري ما كتب مركو وددك هرمت حديث كاس و 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 ضعيف يا وضعيف وسند كيس ما فيه إن شاء الله ما شاء سبحانه وتعالى ماذي حقوق ذي لحظة هيت عن صوت شقني إن يسأله وحدان قال نفتي ذي شيطانك هاتي هدان سحنا توفيق إلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا ما بابر شوين تصمير الملك ستوي جوكتب لنسعة سيريا إن حرون توين ميغا دنديست اي تاي حرون لوغو تلقلي دادكو نباتك ستوي كاقبار الكاعي عرد كما إن لوغا داويو داد بدن ايا كفايدي ميغا دنديست او تدبية تمنسا ندودية كبادن كفوران ودن كا تركيغا سيدا مغالوين كإستنبول وحرومك لدوانا إيا مغالا دا أنكارا دادك أف صوماليغا سيدا في عنوغوها الله ونو ترجوه يا حمد ايو حبليه كلا ايا جوغا ساقيم كي adbu uga faa'iiday isaguna markii uu arkay baahida ilkiisa maanta adbu dhoola cadeeyay isaguna muddo dhoola cadeey sideedoo kale meel kasto aad joogtaan daawadayaal iyo la moogan inaad la xiriirtaan mega dentist istanbul iyo waliba ankara